مرحبا عن جديد. أبلغ عدد من اللاجئين السوريين في البقاع الغربي بلبنان منذ مدة بأن التمويل الذي كان يقدم لجلسات غسيل الكلى سيتوقف لأسباب تتعلق بالأزمة الاقتصادية في لبنان. ومنذ ذلك الحين يعيش اللاجئون هاجز تأمين التمويل الكافي لإجراء الجلسات، ويعتمدون في ذلك على فاعلي الخير أو على جمعيات تقدم لهم مساعدة جزئية، لا يعلمون متى تتوقف. المزيد مع نور طوق. عفاف وملامح وجهها الحزينة قد تكون كذلك ربما بسبب معاناتها مع غسل الكلى الذي بدأت به منذ 7 سنوات وهي في مقتبل العمر، أو ربما بسبب قلقها من صعوبة تأمين المال الكافي لإتمام جلساتها 3 أسبوعيا. أنا بغسل كلى من 7 سنين، كنت غسل في حامة فرحات وحساب جمعية، يعني بغسل 3 مرات بالجمعة، وأول السنة وقفوا التمويل، ضلينا شهر نغسل حسابنا ندفع 600,000 بالجمعة، وبعدين نقلونا على مشفى المياس بشتورة، بس حملونا بس غسلتين وغسلة على حسابي، يعني بغسلها. حاولت هيك يعني انه داري حالي انه غسل بس مرتين بالاسبوع، بس ما حسنت، يعني صارت المي تجمع بجسمي وهيك ما حسنت يعني اتحمل. اذا توقف التمويل هاي المرة ما بنعرف اذا برجع يعني بمولو بأمنونا الغسيل. يعني منصور لاجئ سوري آخر انقطع عنه تمويل جلسات غسل الكلى، فاكتفى بجلستين في الأسبوع وتخلى عن جلسته 3 رغم خطورة ذلك على صحته. وقفونا بيسألون ليش وقفتوا، قلنا كنا نغسل مشفى حامد، قالوا طلع آخر الشهر بتكون نوقف الغسيل. ليش؟ قالوا الجمعية وقفت مع الغسيل، وصرنا نغسل يمكن جيتنا شي شهر نغسل حساب أي جمعية واحد برا، بعدين حالونا على مشفى الميماس، ولهلا صرنا هلا يمكن شي شهرين بنغسل. قالوا لنا عليكم 3 جلسات، قلنا ما نغسل 3 جلسات، نغسل 3 جلسات، جلستين بنغسل، لأن ما في نفع الثالثة، ولحد الآن عم نغسل 2 جلسات، غسلوها الشهر شهرين ما بنعرف، شهر شهرين 3 ما بنعرف، غسلنا وبس، بس خد المدي ما بنعرف. منذ شهرين وصل خبر للاجئين السوريين في البقاع الغربي بوقف تقديم الدعم لمرضى الكلى بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان، ومنذ ذلك الحين بدأ اللاجئون يتكفلون بتأمين المال لهذه الجلسات الباهظة الثمن، أو يحصلون على مساعدة جزئية لا يعلمون متى تتوقف. حتى نكون واقعيين ونحكي مثل يعني مريض غسيل الكلى، يعني غسيل الكلى بالنسبة له مسألة حياة أو موت. إجاهن إنذار للمرضى أنه من أول السنة رح توقف التغطية تبعه. اتحاد الجمعيات الإغاثية يعني لقى تمويل جزئي مش كلي، يعني المريض في مرضى بيغسلوا 3 جلسات بالأسبوع، رو يغطوا لهم 2 جلسات بالأسبوع وجلسة على حساب المريض شخصيا وبمستشفى محددة، يعني مش بكل المناطق. الحقيقة عم بيلاقوا معاناة كتير يعني المرضى، لحتى ينتقلوا من منطقة لمنطقة 3 مرات بالأسبوع روحة رجعة على الغسيل، يعني كمان معاناة لألون، بالإضافة أنه مش كل الجلسات مغطاية. يعني في يناشد اللاجئون السوريون اليوم الجهات المعنية لإنقاذهم من هلاك محتم في حال لم تتأمن جلسات غسل الكلى، فحسب قولهم إنها مسألة حياة أو موت. لتلفزيون سوريا، نور طوق، لبنان. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا نور طوق مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. أهلا بك نور. وأيضا الدكتور إبراهيم أبو مراد اختصاصي أمراض الكلية، رئيس قسم الكلى في مستشفى دكتور فرحات. أهلا بك دكتور، أبدأ معك، حدثنا عن مرض قصور الكلى بالبداية. مساء الخير. مساء لكم للجميع. مساء الخير للجميع. مساء يعني مرض قصور الكلى الحقيقة إذا بدنا نحكي عنه يعني كثير واسع، موضوع كثير واسع. لكن باختصار شديد، القصور الكلوي المزمن هو عبارة عن لما الكلية
ما بتعود قادرة تقوم بالوظائف تبعها، والوظيفة تبع الكلية هي انه تسحب هالسموم من الجسم من الدم والشوائب اللي موجودة بالدم، وطبعا تطرحها من الجسم، بتطلعها من الجسم عن طريق البول. وبالنسبة لآلية غسيل الكلى دكتور، بتشيل المي الزايدة بالجسم والسموم والشوائب تطرحها بالبول. لكن توصل لمرحلة الكلية ما بتعود توقف لأسباب كثيرة، من أداء السكري، أمراض مناعية، أمراض التهابية، يعني في كثير أسباب بتأدي لهالحالة هاي، فبيوصلوا لحالة القصور الكلوي النهائي، بصير بيحتاجوا لغسيل كلى. طيب في حال إذا الشخص ما غسل كلوي بسبب ظرف مادي أو غيره، هل ممكن يتعرض للوفاة؟ طبعاً طبعاً. من هاي النقطة. والمشكلة كمان إنه الوفاة عند مرضى القصور الكلوي يعني ممكن تكون بسبب ارتفاع بوتاسيوم. ولحتى نكون يعني، هو مع إنه الحديث هيك بيكون شوي يعني مش حلو الكلام، لكن بيكون بالقليل الموت سهل. ممكن يكون موت مفاجئ بارتفاع البوتاسيوم، بتوقف القلب وبتوفى المريض. يعني موت مفاجئ. اسمح لي ان اقول هاي النقطة لنور. الحل الثاني اذا ما كان عبر الشيء هذا، ممكن يموت بسبب ارتفاع اليوريا والكرياتينين والسموم بالجسم، اللي هي بتسبب موت بطيء. يعني بيصير المريض شوي شوي بيدخل بمرحلة دليريوم، بيصير يخف الوعي عنده، وبعدين ممكن يوصل لمرحلة كوما لحتى بعدين يصير الوفاة في حال ما ارتفع البوتاسيوم عنده. يعني المنظر بيكون كثير وضع صعب دكتور. يعني بهي النقطة الموت المفاجئ أو حتى الموت البطيء عم تحكي عنه أو كوما، يعني نور موت مفاجئ في حال لم يتم غسل الكلى، يعني توقف مفاجئ للتمويل، كيف يتدبرون أمورهم الذين ليس لديهم أموال أو هم بالخيام، كيف يغسلون اليوم كلاهم؟ نعم نور مساء الخير. بالفعل يعني هذا الأمر صعب جدا على اللاجئين السوريين، وهو أمر مستجد بدأ منذ بداية العام الجديد، وهو ملف غسل الكلى. اليوم اتحاد الجمعيات الإغاثية في لبنان توقف عن تقديم التمويل بسبب الأزمة الاقتصادية، وهو ليس يعني الشيء الأول الذي يحدث مع اللاجئين السوريين بما يخص المساعدات، لأن هذا العام طرأ تغيرات كثيرة على اللاجئين على صعيد المساعدات بسبب الأزمة الاقتصادية والقيود المصرفية ونقص التمويل من الخارج، وكل هذه الأمور، التحويلات المالية من الخارج والقيود المفروضة في لبنان، لذلك كل ذلك أثر على المساعدات المقدمة للاجئين السوريين. بما يخص ملف غسل الكلى، اليوم هؤلاء يعني اللاجئين يصلهم مساعدات، ولكن كما ذكرنا في التقرير جزئية تغطي غسل جلستين، يعني جلستين لغسل الكلى، أما الجلسة الثالثة فهي على حساب اللاجئين. هم يحاولون قدر المستطاع تأمين المبلغ المطلوب لإتمام الجلسة الثالثة، ولكن هناك عدد كبير منهم يعتمد على جلستين فقط وتخلى عن الجلسة الثالثة بسبب عدم قدرتهم على تأمين المال المطلوب نتيجة تأزم الوضع الاقتصادي وفقدان العمل والبطالة وكل ذلك، لأن اليوم اللاجئ السوري الذي يسكن في لبنان يتأثر بشكل كبير بكل ما يحدث في لبنان. يعني لا نعلم، المشكلة أن مفوضية الأمم لا تغطي غسل الكلى منذ البداية، والطباب في لبنان باهظة الثمن وهذا معروف، لذلك اليوم لا نعلم هذا التمويل الجزئي الذي يقدم له منذ شهر تقريبا متى سيتوقف أو إلى متى سيدوم، وبعدها فعلا في حال توقف بشكل مفاجئ سوف يكون الأمر صعب جدا على اللاجئين السوريين. نور، هل يوجد مشافي عامة تهتم بهذا الموضوع؟ يعني هل يمكن حجز دور مثلا لغسل الكلية يحدد بعد فترة، وهل يكون مجاني بالكامل؟ إذا بنحكي على مشافي عامة، مشافي الدولة بشكل عام اللاجئون السوريون يعني يذهبون إلى مشافي في نطاق سكنهم، خاصة في البقاع أو في الشمال في عكار وطرابلس. هذه المشافي طبعا لا تستقبل يعني هذه جلسات الكلى، هي تكون جلسات مدفوعة، من المستحيل أن تكون مجانية، ولكن في حال كانت هناك جمعية تقدم التمويل المطلوب يذهب اللاجئ ويقوم بجلسة غسل الكلى
تأكل وتكون من دون دفع، ولكن في حال لم يكن هناك تمويل سوف يضطرون إلى تأمين الأموال المطلوبة بنفسهم. بالعودة إليك دكتور إبراهيم، خلينا نحكي شوي عن آلية غسل الكلية، خاصة أنه كما ذكرت نور يحتاجون تقريبا إلى 3 غسلات في الأسبوع الواحد، وأيضا التكاليف. أكيد رح جاوبك على هذا السؤال، بس بدي أوضح شغلة بالنسبة للمستشفيات الحكومية. تفضل. يعني عندنا المستشفيات الحكومية بلبنان تقريبا هي تعامل مثل المستشفيات الخاصة. يعني المريض اللي بيروح على المستشفى الحكومي اللبناني يعامل المريض اللي بحق له يستفيد من خدمات وزارة الصحة، بيتعالج بالمستشفى الحكومي بيدفع بدل 5% من كلفة العلاج. ما باقي المرضى مثلا اللي عندهم المرضى الضمان الاجتماعي، مرضى كذا مرضى، كله على حساب المؤسسات. فبالتالي المريض السوري لأنه هو لا يستفيد من خدمات وزارة الصحة اللبنانية يعامل بالمستشفى الحكومي كالمستشفى الخاص، مثل باقي اللبنانيين. يعني باقي اللبنانيين اللي ما بيستفيدوا من خدمات وزارة الصحة بيتعاملوا نفس الطريقة، فهو إذا راح على المستشفى الحكومي أو على مستشفى خاص رح يلاقي نفس المشكلة. بالنسبة للتكاليف نفس التكاليف. يعني هلا قالت نور انه انا اسفه ايهام، قالت نور انه هن بيدفعوا المؤسسات تقريبا جلستين، بضل جلسه، شو بتكلف الجلسه بالليره اللبنانيه او حتى بالدولار الامريكي؟ هلا هي يعني صار في تفاوت بالسعر. هلا هي الجلسه سابقا كانت تكلف تقريبا $130. نعم. $130 اللي هن عبارة عن 200,000 ليرة لبناني، هلأ كانوا على سعر الدولار 1500 سابقا قبل الأزمة. هلأ الدولة بعدها عم تدعم المواد الطبية وعم تدعم كذا وعم تدعم، يعني عم تدعمهم على سعر 1500. فبالتالي سعر الرسمي بعده نفس الشيء، لكن غليت شوي، زادت شوي التكاليف من المواد اللي بتستخدم من كذا، فتقريبا الجلسة صارت تلفتها شي 300,000 ليرة. هي يعني تكلفة مرتفعة بصراحة، ولا يستطيع أي لاجئ سوري موجود في لبنان يمكن تحمل هذه، يعني ما حدا يتحملها لا المواطن اللبناني ولا المواطن السوري أو اللاجئ السوري. أكيد ما حدا يتحمل. طيب ذكرت أيضا مراسلتنا أنه في جلستين ممكن يندفع عليهم بمقابل، يعني تم غسلهم، والجلسة الثالثة سوف يدفعون على حسابهم. جلستين بالأسبوع هل كافيتان؟ بصراحة لا، ممكن يكونوا كافيين عند عدد من المرضى، بس عند أغلب المرضى لا مش كافيين. طيب لا، حتى ياخذوا العلاج الكامل ويكونوا يعني عم بيتلقوا علاجهم مثل ما لازم وما يأثر على صحته. نور بدي أختم معك، يعني المنظمات اليوم والمؤسسة التي تعنى بمرضى الكلى من هم؟ يعني في لبنان كان اتحاد الجمعيات الإغاثية هو الذي يتكفل بتمويل يعني تقديم كل التمويل المطلوب لمرضى غسيل يعني من يغسلون الكلى في لبنان من بين اللاجئين السوريين. اليوم يعني ليس هناك أي جمعية أخرى تكفل بهذا الموضوع. في ظل هذه الأزمة اليوم هناك بعض الجمعيات ربما الصغيرة التي تحاول تقديم التمويل، ولكن في أكثر الأحيان منذ شهرين وحتى اليوم وبحسب الدكتور إبراهيم بعد مقابلتنا مع هو ومع اللاجئين السوريين، هناك بعض يعني الأيادي البيضاء التي قدمت تمويل صغير ربما يكفي لشهر أو شهرين للمشفى المذكور. لكن الموضوع ممكن يطول، نعرف نحن بس واحد غسل الكلى يعني يطول طول عمره أكيد. يعني بالفعل يعني أمر حساس جدا لأنه يمس بصحة الإنسان، وليس هناك أغلى من الصحة. وللأسف اللاجئين السوريين يعني لا يملكون المال، وبالمقابل سوف تهدر صحتهم في حال لم يتم تأمين التمويل الكافي نور لهم. في أرقام أو إحصائيات عن عدد المحتاجين لمثل هيك عمليات؟
يعني ليس هناك أحصائية دقيقة حول هذا الموضوع، ولكن طبعا هناك عدد وفير من يغسلون الكلى، واليوم يعني هناك مناشدات كبيرة. يعني نحن علمنا أو وصلنا لهذا الموضوع بسبب هذه المناشدات التي وصلتنا لضرورة تأمين مساعدة أو تمويل أو إيجاد حل لهذا الملف، لأنه كما ذكرت يمس بصحة الإنسان، وهذا أمر يعني حق من حقوق إن كان لاجئ سوري أو لبناني أو أيا كان، الإنسان له حق في الطبابة والصحة. لذلك هناك مناشدات كثيرة لتأمين التمويل، وحتى كان هناك يعني مناشدات من قبل اللاجئين لأي دولة من الدول ربما تساعد أن تقدم، يعني ربما تقدر أن تقدم لهم المساعدة المطلوبة لإجراء هذه الجلسات. نأمل ذلك. دكتور إبراهيم، يعني هل هناك بدائل في حال أي شخص ما قدر يعمل الجلسة الثالثة، في بديل عن الغسل؟ أكيد ما في بديل عن الغسل. غسل الكلى هو الحل الوحيد، يعني بده يضل يغسل الكلى لحتى يقدر يزرع كلية. وفي حال يعني يا أما بده يزرع يا بده يضل يغسل، وإذا ما عمل واحدة من اثنين فالمصير المحتم هو الموت. لكن بصراحة أنا بدي أحب بس بدي مرق جملة وبدي أضوي على موضوع التغطية والجمعيات. يعني نحن مش قصة بس يعني هي القصة بس أنه لازم ننقذهم من الموت، ومش بس إنقاذ للموت، لا هذا إنسان. وحتى أنه يعني بدنا نطلع على الكواليتي أوف لايف، يعني نوعية جودة الحياة، كيف بده يعيش بين أهله وبين الناس، وبده يعني كيف عايش هذا الإنسان، مش بس أنه إذا تركناه بدون غسيل رح يموت. طبعا فينا نغسل له جلستين بالأسبوع بس يتعذب بيكون أثناء هاي الجلسة، بيكون عايش ومش عايش، يعني عارف كيف، بين عايش بين هو أنه موجود عم يتنفس وكذا، بس لا بيقدر يقوم لا بيقدر يمشي، في مضاعفات عليها، في مضاعفات عليها. فكمان هي نوعية الحياة لازم نطلع على لهؤلاء الناس، أكيد. اللي من حقهم وأنه نقدر نأمن لهم أو يتأمن لهم، مع أنه يعني العدد هلا ممكن يكون كبير، مثلا 300 مريض بلبنان في الكلى، انه بنشوفه عدد، بس هو لا شيء بالنسبه لدول، بالنسبه لامم متحده، بالنسبه لكذا، لمنظمات دوليه، يعني عدد والكلفه تبعه. يعني لو افترضنا انه معدل وسطي المريض بده يعمل بين 10 و 12 جلسه بالشهر معدل عام، يعني عندنا 300-350 جلسة لل 400 جلسة بالشهر. يعني كلفتهم بالنسبة لمثل ما قلنا منظمات دولية أو لدول أو لغيره، يعني مبلغ ذهيب جدا بيصرفوه على عشاء أو على غدا. صح، معك حق. فكان يعني لازم النظر لهم عن جد. نتمنى الالتفات لهذه النقطة فعلا. كمان كانت اتحاد جمعيات الإغاثية قبل أنه ملاقي تمويل خارجي للموضوع عم بيغطيهم، بس في سقف، أنه كانوا محددين عدد مرضى هالقد، بس يتخطى العدد ما فينا، يعني بيجي مريض جديد صار عنده قصور كلوي، صار عنده بحاجة لغسيل، ما بنقدر نستقبله، يضل يغسل على حسابه. في مرضى للأسف يعني كمان ما قدروا يغسلوا وتوصوا بانتظار انه يصير في لهم محل، بانتظار انه يصير في لهم محل. على الحقيقه في حوادث ماساويه، في مريض انا بعرفه يعني شخصيا، ساعدناه هون قد ما بنقدر بكذا جلسه، بعدين قاعد بده يطلع على سوريا، كيف بدك تطلع على سوريا؟ ما بيقدر يروح يعني، فقرر يروح تهريب، وراح بالتهريب بالجبل، وللاسف يعني توفى على الطريق. يعني ما بعرف واحد شو بده يحكي بهيك حالة. أكيد بتمنى من كل منظمات الدولية أن تتدخل سريعا لحل هذه المشكلة. أكيد 300 شخص يعني تكاليفهم ما رح تكون جدا ثقيلة على منظمات دولية أو حتى على دول. بدي أشكرك الدكتور إبراهيم مراد، أخصائي أمراض كلية، شكرا لحضرتك على هذه المعلومات. بدي اتشكر، خلينا فيك يا رب، وتشكر ايضا مراسلتنا من بيروت نور طوق، شكرا لك نور على جهودك. شكرا لك نور. مشاهدينا فاصل ولا نعودك.